असलकम वरहत ला वर्का मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रहा था तो इनशाला अब मैं कोशिश करूँगा डालने की और इससे पहले मैं आपको पढ़ाया था आयत नंबर पचास तक और रुकू ग्यारह था तो इन आज हम तीन रुकू पढ़ेंगे रुकू नंबर ग्यारह से रुकू नंबर तेरह तक तबाही अब हम शुरू करते हैं اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعدهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم, في أنفسهم نادمين ويقول الذين امنوا اهؤلاء الذين اقسموا بالله اقسموا بالله جهد ايمانهم انهم لمعكم حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرين يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه يقيمون الصلاه يؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم حزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب "اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين" واذا ناديتم الى الصلاه اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بانهم قوم لا يعقلون قل يا اهل الكتاب هل تنقمون منا الا ان امنا بالله بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم, وأن أكثركم فاسقون "قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله". من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة، منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم لكفرنا عنهم سيئاتهم ولادخلناهم جنات النعيم ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل وما انزل اليهم من ربهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امه مقتصده وكثير منهم ساء ما يعملون صدق الله العظيم